متابعينا الأعزاء على صفحة ليك دو وليك تروا. الرحلة اليوم من برنامج أخبار الرابطات تأخذنا إلى الملعب البلدي بقصيبة سوسة، حيث ستكون لنا حوارات وتحقيقات مع مسؤولي ولاعبي ومدربي فريق الأسد الرياضي بقصيبة سوسة، الفريق الصاعد حديثا إلى الرابطة الثالثة مستوى ثاني. إذن تابعونا بعد حين. إذن نحن في ملعب البلدي بقصيبة سوسة، معنا المدرب محمد علي البكوش. سي محمد علي، صفحة ليك دو والليك تروا، ترحب بكم. مرحبا بكم. مرحبا بكم ومرحبا سي خليفة عبد النبي البلومي. مرحبا بكم بحضنا في حصة التمرين نتاعنا على صدر هذه بقصيبة سوسة. مرحبا سي محمد علي. تقريبا محمد علي معروف بكونه مدرب مكون للشبان، كان قضى مواسم عديدة في فريق النجم الرياضي الساحلي. تقريبا ثاني تجربة ليك مع فريق الأكابر بعد تجربتك الأولى مع فريقك الأم زاوية قصيبة سوسة، زاوية سوسة، اليوم مع الأسد. كيفاش تشوف التجربة هذه؟ الحقيقة معناتها تو نحكي لكم شويه، نقدم لكم روحي شويه. محمد علي بكوش استاذ تربيه بدنيه ومدرب كره قدم، متحصل على الاجازه، متحصل على الكاف بي. الحقيقه عملت كارييري كجوار وما كملتش، نطمح اني معناتها باش نحاول نكملوا في الدومين التدريب هذا. عملت 9 سنوات و10 سنوات مع النجم الرياضي الساحلي في الشبان، في سنتر فورماسيون، بين سنتر فورماسيون الأكاديمي. مديت تعديت بعدة تجارب معناتها، وشاركت في برشا مقابلات كسوا معناتها ناسيونال ولا انترناسيونال. سي لو مومون الحقيقة حبيت نمشي في بالية أخرى، نمشي نتبع ثنيت لاكابر. الحقيقة الكوكب الرياضي زاوية سوسة هي الموطن نتاعي اكيد. موطن، احنا جيران معناتها، الدار في الدار. معناتها بيناتنا بلاكة بركة معناتها، حتى الحيوط لاصقة بعضها. معناتها بكلنا الحقيقة اني ما عنديش هذه زاوية ولا القصيبة ولا ثريات ولا نامبورت. احنا اني مدرب محترف تو وقت الاحتراف، نخدمه في البلايس كل، الناس كلها حبيبات. لفات انت تخلي معناتها حاجه باهيه في الفتره اللي تعداها كيما عم ناول مع الكوكب الرياضي بزاوية سوسة. الحقيقه عباد نحترمها برشا ونحبها برشا ومريت بهم منهم الحقيقه كان المعامله الباهيه. نشكرهم على مدهم الثقه ليا معناتها باش خذيت معناتها المقاليد كانت راهو مارش. هو الحقيقة عملناه مع الكوتش بدري وجدي بن نصر، وبعد كملت معاه باركور متاع الروتور. مالوروزمون كورونا معناتها حبست وقفة الشامبيونا هذيا، وصار باراج. والباراج معناتها أنصف مع الأسد الرياضي بقصيب سوسة، الجمعية اللي نخدم فيها حاليا حقيقة هما ناس باهية برشا، ناس متربية برشا. يعني لقيت أجواء مناسبة، يعني أجواء مناسبة على الأخر. يعني ديما نشكر الناس القدامى اللي عطاتني ثقة، ونشكر الناس الجدد اللي عطاتني ثقة زادة. تعرف مش بالسهل معناتها جمعية معناتها طالعة جديدة،
الاسبري نتاعهم نتاع الاداره الفنيه هذه ولا الاداره استغفر الله العظيم الاداره معناتها نتاع السدري هذه بقصيب سوسه هو التشبيب بالفريق ماشيين في منظومه نتاع تشبيب الفريق سواء ولاد جمعيه ولا حتى المدربين خاطر ما نكذبش عليك تو مدربين في تونس هيك تشوف 45 سنه و50 سنه يقول لك مدرب شاب بعد تشوف في المانيا معناتها 32 ولا 30 يراني معناتها الانترونور نتاع بوروسيا دورتموند 32 سنه معناتها تشوف نتاع ليبزيغ انترونور ما با عمره 32 سنه ما حقيقه ماشيين تو العالم في التشبيه في المدربين في اللاج الصغار خاطر اللاج الصغار عندهم برشا طموح لي زونترونور هذوم لي زونترونور قاريه دي زونترونور كاليفي الحاجه اللي معناتها شفتها في القصيبه انه ماشيين في الفكر هذا كسوا ملاعبيه ولا مدربين حتى تشوف في الاصناف الشابه كلها دي زونترونور صغار معناتها اساتذه بدبلوماتها. محمد علي تعرف اللي البطولة تقريبا تنطلق في أواخر هذا الشهر، هل أنه فريقك جاهز لكونه أول مرة باش يلعب في الرابطة هذه رابطة مستوى الرابطة الثالثة مستوى ثاني؟ الفريق احنا تو بدينا معناتها التحضيرات تو عندنا ثلاثة جمعات هذه جمعة ثالثة أكيد معناتها ماناش مش نكونوا حاضرين 100% 50% تو مازال عندنا قدامنا ثلاثة جمعات ولا أربع جمعات باش نحضروا فيهم وهي أول مقابلة لو 29 نوفمبر احنا الحقيقة عندنا بروجرام تاع بريباريسيون فيزيك مالوريزمون معناتها الوباء هذا ربي يعافينا ويعافيكم منه عطلنا حاجات انه لي ماتش اميكو تعرف انت في بيريود بريباريسيون لازم كومبيتيسيون لازم باش تقيم لاعبيتك 100% الا بالمباريات خاطر تعرف فما ملاعبيه نتاع اونترينمون فما ملاعبيه نتاع ماتشات فما ملاعبيه في الاونترينمون ما يعطيكش في ماتش تلقاه في نيفو مع تاخير من الاونترينمون دونك الحاجات هذه اللي شكلت لنا عائق بسيط ان شاء الله نورمالمون لو 15 هي وانا مش لو 15 هكا معناتها مشي يحلوا الكوفر فو ويسيبونا ننطلقوا في المباريات وديه حقيقة قعدت تاني نستغل في الظروف نحاولوا نعملوا دي ماتش اميكو في بعضنا معناتها ماتش عبارة ماتش معناتها كونتر جمعية أخرى في الكلوب نتاعنا كيما البارحة عملنا ايكيب بكولور وايكيب أخرى بكولور معناتها باربيتر بكل شيء نحاولوا نقربوا تعرف الملاعب التونسي معناتها حاجات بساط اني تنجم معناتها تحطوا في اطار نتاع مقابلة رسمية. إذا محمد علي إن شاء الله بداية يعني موفقة وإن شاء الله تحققوا نتائج ممتازة ونرجعوا لكم هنا وتكونوا تحققوا في نتائج طيبة بإذن الله. إن شاء الله مرحبا بك. مرحبا بك. إذا معنا المدير الفني لفريق الأسد الرياضي بقصيبة سوسة سي عبد الكريم الزاوي. سي عبد الكريم كيفاش تحكي لنا على التحضيرات وأجواء الفريق خاصة وأنه باش يبدأ في بطولة جديدة بطولة جديدة عليه اللي هي الرابطة الثالثة مستوى ثاني. بالنسبة لفريقنا هني أهالي قصيب السوسة بالصعود وإحنا خذينا المشعل على سيد لطفي رمضان نشكروه هي والهيئة المديرة المخلية بدينا نخدم على رواحنا على رأس الهيئة سي محمد بوعسيدة والأعضاء نتاعها إحنا خذينا جمعية جبنا الممرر محمد علي البكوش اللي عنده مؤهلات وعنده دبلومات معروف وعنده شويه اكسبيريونس في ليتوار وفي الكادير تاع لوبلو وكل ونحبوا نعطيو فرصه احنا الصغار بما ان احنا جمعيه صغيره مش نعطيو فرصه في الاول وهذه مش غريبه علينا احنا طلعنا قبل عبد الله والزملاء نتاعي في عمريين واقل مني طلعنا قبل حتى القسم الوطني بريمير ديفيزيون قبل احنا نقولوا توا هي الوطني با ولا ناسيونال سي ان ومشينا لعبنا قبل وكذا مش غريب علينا احنا الناسيونال سي دو واحنا متحضرين وبدينا تحضيرات على بكري وخذينا شويه انتدابات مش ياسر على خاطر خاصة اللي يمتازوا بالخبرة وعملنا على وليدات بيت جمعية
شنو ولاد جماعه كلهم برسك من سيبه ولا من الحوايز نتاعهم. بقدرة ربي مش نعملوا عام باهي ومعاملين عطلوع ان شاء الله، وان شاء الله ربي يوفقنا. بالتوفيق لكم سي عبد الكريم. ربي يفضل. كساسي قائد الاسد الرياضي بقصيبه سوسه، صفحه ليك 2 جات اليوم باش تواكب تحضيراتكم، اشنو حضرتوا من بدايه التحضيرات نتاعكم؟ مرحبا بكم. اولا والله بدينا مع ستاف جديد، احنا وهيئه جديده وانترونير جديد، ان شاء الله بدينا بريباراسيون كما اي جمعيه اكيد باش نقوي في الريتم اكثر، خاطر كما نقولوا طلعنا باليه كنا في الكات طلعنا للسي 2، ان شاء الله نخدموا اكثر ونخدموا على نفس الريتم تاعنا، معناها اللي هو الصعود ان شاء الله. مالك يعني طموحاتكم السنه هو موسم الصعود؟ اكيد ان شاء الله. اقرب واحد تقريبا كقائد فريق تعرف يعني اجواء الفريق حسب اللي في اكتفاء تقريبا، وهيئه جديده يعني برياستي محمد بوعصيده، هل انا قادر على توفير كل مماهدات النجاح؟ ان شاء الله. والله احنا كما هم عطاو فينا الثقه، معناها خلونا برسك نفس الجروب، ما دعموناش برشا معناها جوارات، خلاو عطاو فينا الثقه نكملوا نفس الفكتيف نخدموا اكثر معاهم، وان شاء الله نكونوا الكل في المستوى معناها كهيئه كجوارات كمدرب ان شاء الله. يعني حسب رايك التاخير نتاع البطوله ياثرش شويه يعني تقريبا على مستوى التحضيرات؟ والله هو التاخير بالعكس معناها يساعد كجمعيات باش تخدم اكثر بريباراسيون تاعها في وقت اكثر، تحضر معناها في عقلها، تاثر في انه جمعيات معناها لماتش اميكو وماتش ديزابليكاسيون ما نجموش نخدموهم برا، معناها هذه الحاجه اللي تاثر. مالك حظ موفق وبارك الله فيك. اذا بالتصريح الاخير للقائد مالك الساسي ننهي حلقه اخبار الرابطات من اعداد وتقديم عبد النبيل خليفي، ثم تصوير ومونتاج عبد الرحمن عبد العال، الى ان نلتقي في حلقه قادمه باذن الله.